مرحبا بكم مشاهدينا. وأسواق الخضر بتشهد استقرار هذا الأسبوع مع انخفاض في بعض السلع. ربطة الملوخية الكبيرة 150 جنيه، وكيلو البامية استقر عند 80 جنيه، وكذلك كيلو البطاطس استقر عند 45 جنيه لهذا الأسبوع. أيضا في حركة الأسواق لهذا الأسبوع، الليمون انخفض عند 70 جنيه، والباذنجان عند 40 جنيه هذا الأسبوع. أيضا كيلو الجزر عند 60 جنيه هذا الأسبوع في حركة الأسواق. أيضا ربع البصل انخفض انخفاض بسيط، 220 جنيه لربع البصل هذا الأسبوع، وكذلك في انخفاض في الفلفلية 120 جنيه هذا الأسبوع. وأيضا كيلو الطماطم في انخفاض ل 80 جنيه وربما أقل هذا الأسبوع. بعد الفاصل مشاهدينا حنستعرض أسواق مواد البناء وحديد التسليح بالسجان، وبتشهد استقرار في الأسعار هذا الأسبوع. نتواصل معكم في حركة الأسواق لهذا الأسبوع. أما بالنسبة لأسواق المحاصيل بالأبيض، بتشهد ارتفاع في بعض المحاصيل. الفول السوداني الخام عند 1400 جنيه هذا الأسبوع، والسمسم 3750 جنيه. أيضا في أسواق المحاصيل لهذا الأسبوع، الفتريتا 3900 جنيه هذا الأسبوع، وزرع طابة المروية 4100 جنيه هذا الأسبوع، زرع طابة المطرية 3850 جنيه هذا الأسبوع. أيضا في أسواق المحاصيل، أردب الدخن الأصفر 6800 جنيه هذا الأسبوع، وأردب الدخن الأبيض 6200 جنيه. طبعا في ارتفاع في أسعار المحاصيل لهذا الأسبوع. بعد الفاصل حنتعرف على أسعار الذهب. في أسواق الذهب لهذا الأسبوع مشاهدينا، في ارتفاع في أسواق الذهب، سجل سعر الخام للجرام هذا الأسبوع 3340 جنيه، وسعر البيع للجرام 3300 جنيه لهذا الأسبوع، وأيضا سعر الشراء للجرام 4200 جنيه هذا الأسبوع. إذن نتواصل معكم في مجلة معايش.